واحد بيقول على اي اساس تم الحكم على ان القوانين ما بعد ال20 في مجمع نيقيا مزورة، هل على العقل والمنطق ام على المقارنة في الاحداث ام على ضوء تعليم الكتاب الاخر؟ كتب القوانين العامة الكنسية اجمعت على ان قوانين مجمع نيقيا 20 فقط، وكتب التاريخ قالت قوانين مجمع نيقيا 20 فقط. دي نقطة. تاني نقطة، ادلة خاصة بهذه القوانين. يعني لما يتكلم عن بطريركية الحبشة في مجمع نيقيا، والحبشة ما كانتش تأسست ككنيسة الا في ايام القديس اثناسيوس، يبقى واضح ان الكلام ده مش مظبوط. لما يقول ان بطاركة العالم دي تبع مجمع نيقيا برضه، كلهم اربعة في العالم كله، مين يقبل الكلام ده؟ لا التاريخ يقبله ولا المنطق يقبله ولا اي حاجة تقبله. وهكذا في باقي القوانين، من جهة التاريخ غير مقبولة، ومن جهة فحوى هذه القوانين غير مقبولة.